عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانا، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا، مساء الخير أحبائي. عمو يزيد جد سعيد في هذا اليوم، هذا يوم غير عادي، يوم ختام الصالون الدولي للكتاب. إذن ماذا بيا قبل ما نبدأ نوجه الشكر لشركة رامي اللي بفضلهم رانا هنا اليوم، صافيكس كذلك، سيلا، الصالون الدولي للكتاب. على بالكم يا أحبائي الكتاب هو رفيق الدرب. على بالكم باللي الكتاب هو وسيلة من وسائل العلوم، الكتاب، القلم. اليوم عمو يزيد عطيني الكتاب، فوالا كما وعدناكم عمو يزيد اليوم ما جاش بيديه فارغين، مع شركة رامي درنا لكم هدية، كتاب كتيب فيه 32 أغنية بالكلمات وبالنوتة الموسيقية كذلك وبالسيدي. اديتو كامل كتابات. إذن كلمة داش، إذن شركة رامي دوك يمدو لكم كامل اليوم، كل عائلة تروح بكتاب على الأقل، من فضلكم حاولوا كتاب لكل عائلة باش يكفينا، مادام الكتاب راهو عندكم مع أحبائنا تاني الأطفال. روحوا الأغنية الثانية مثلا صفحة 4، قلمي. هذه الأغنية عمو يزيد يقول فيها قلمي قلمي صغير الحجم، تعالي تعالي غني لهم قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهينا بك قلمي. برافو برافو برافو. رايحين كامل تبعوا معايا صفحة 4، أغنية قلمي تغنوها كامل معايا. قلمي قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. القلم القلم رفيق الطفل ورفيق الإنسان في دربه إلى العلم. إذن تغنوا كامل معايا قلمي قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم، ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك
بك قلمي، قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي، به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري، به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي، قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي، كل علم دونه فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان، كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان، فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي، قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي، قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله، سخره رب المنان له في الدين والدنيا مكان، قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله، سخره رب المنان له في الدين والدنيا مكان، بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. شكرا شكرا شكرا. إذن كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان. إذن أحبائي، القلم هو رفيق الدرب، القلم هو صديق الإنسان، صديق الطفل. بماذا ترقى الأمم يا أحبائي؟ ترقى الأمم بالعلم. العلم نور والجهل ظلام. أحبائي، الكتاب رفيق الدرب، الكتاب صديق الطفل، صديق الإنسان. أحبائي، منذ فترة ما عندهاش بزاف هي مات برك، كان يوم عالمي مهم عنده علاقة بالكتاب والكاتب. عندكم فكرة عليه؟ اليوم العالمي لي لا المعلم كان في أكتوبر، هذا كان في شهر نوفمبر، عنده يومين ولا ثلاثة. لا عيد التوراة أكثر ذكرى. لا انديلا على التوراة كان في أول نوفمبر، ولكن هذه المناسبة عندها ثلاث أيام. تعرفوها؟ شوف أصدقائنا اللي يعرفوها، شكون اللي يعرفها؟ عندها ثلاث أيام، عندها علاقة بالكاتب والكتاب، هو يوم عالمي. شوف أصدقائنا هنا، شكون اللي عنده جواب؟ شوف صديقتنا، واسمك بنتي؟
لك فضيلة. فضيلة، شحال في عمرك بنتي؟ 10 سنين. الله يبارك، شاطرة في الدراسة؟ نعم. الله يبارك، واش هو هذا اليوم؟ يوم ذكرى الشاعر. لا 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 لا، عنده علاقة بالكتاب والكاتب، هو يوم عالمي. شوف صديقنا هنا، واسمك؟ فتحي. فتحي، شحال في عمرك فتحي؟ 12 سنة. سنة؟ ماشي شهر، سنة. الله يبارك، الله يبارك. واش هذه الذكرى هذه؟ يوم الصحافة. هو يوم يوم الصحافة عالمي وطني؟ عالمي. لا لا، كان اليوم الوطني للصحافة كان يوم 22 أكتوبر. هذا العيد هذا عنده 3 أيام، يعني راح نسهل عليكم. يوم 7 نوفمبر. 7 نوفمبر من كل سنة هو اليوم العالمي لي. ما تبعتوش حصة عمو يزيد، كنا تكلمنا عليه. شوف شوف صديقتنا هنا، واسمك بنتي؟ زهرة. شحال في عمرك؟ 7. 7 أيام؟ 7 وشن؟ 7 سنين. 7 سنين، الله يبارك. شاطرة في الدراسة؟ بيان سور. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك بنتي، الله يبارك. إذا بنتي، يوم 7 نوفمبر هو اليوم العالمي لي؟ كتاب. لا لا، اليوم العالمي للكتاب هو تاريخ آخر. تاريخ آخر. شوف الشاطرة هذه، واسمك بنتي؟ تسنيم. واسمك؟ تسنيم. شحال في عمرك؟ 11 سنة. الله يبارك. اليوم العالمي لي؟ مثقف. لا 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 لا، هو ماهوش بعيد عن الكتاب، ولكن اليوم العالمي للكتاب تاريخ آخر. شوف شوف الشاطرة هذه، واسمك؟ ماريا. واسمك؟ ماريا. ماريا، شحال في عمرك؟ 9 سنين. الله يبارك، شاطرة. نعم. يوم 7 نوفمبر يوافق واشن؟ مؤلف. مؤلف. لا 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 لا، هذاك اليوم العالمي للكتاب وحقوق التأليف، هذاك تاريخ آخر من بعد نهضروا عليه. ولكن يوم 7 نوفمبر شكون يعرف؟ شكون يعرف؟ شوف الشاطرة هذه، شوف هذه، شوف هذه. واسمك بنتي؟ رودينا. رودينا، اسمك شباب. شحال في عمرك؟ 7. 7 أيام؟ 7 سنين. 7 سنوات؟ الله يبارك. 7 نوفمبر؟ كالكاتب. الكاتب. الكاتب ماذا؟ تخص الكلمة. الجزائري. لا لا، إن شاء الله ماذا بينا يكون اليوم يوم الكاتب الجزائري، كل يوم إن شاء الله. ما راكيش بعيدة بنتي، شوف الشاطرة هذيك. واسمك بنتي؟ إسراء. إسراء، شحال في عمرك إسراء؟ 8 سنين. الله يبارك. 7 نوفمبر اليوم؟ كاتب إفريقيا. معليش معليش، عودي بالعقل. هو اليوم العالمي لكاتب إفريقي. للكاتب الإفريقي، برافو 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 برافو، شاطرة شاطرة. إذن أحبائي، يوم 7 نوفمبر هو اليوم العالمي للكاتب الإفريقي. شكون يقدر يقول لي كاين كاتب إفريقي عربي الوحيد اللي نال جائزة نوبل في الأدب؟ تعرفوه؟ شوف الشاطرة هذي، هذي باينة الشاطرة. واسمك؟ سيرين. سيرين، شحال في عمرك سيرين؟ 11 سنة. الله يبارك. شكون هو الكاتب الإفريقي العربي هذا؟ نجيب محفوظ. نجيب محفوظ، برافو برافو. إذا نجيب محفوظ نال جائزة نوبل للأدب يا أحبائي. واش رأيكم عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها يا كتابي؟ هي صفحة 3، أول أغنية. أول أغنية، تبعوا معايا. أول أغنية صفحة رقم 3. يا كتابي يا أنيسي، خير جليس في الأنام، كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام. إذا أحبائي، إذا كامل تغنوا معايا يا كتابي يا أنيسي. يا كتابي يا أنيسي، خير جليس في الأنام، كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام. يا كتابي يا أنيسي، خير جليس في الأنام، كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام. فيك علم وعلوم أبتغي منها المعالي، لو
وطالع كل يوم. يا كتابي لا أبالي فيك علم وعلوم أبتغي منها المعاني. لو أطالع كل يوم يا كتابي لا أبالي. يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام. كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام. فيك أفكار كثيرة من تاريخ وأداب وعلوم كم منيرة تفتح درب الصعاب. فيك أفكار كثيرة من تاريخ وأداب وعلوم كم منيرة تفتح درب الصعاب. يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام. كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام. فيك السيرة عن نبينا أحمد خير الرسل والصحابة تابعينا كلهم كانوا المثل. فيك السيرة عن نبينا أحمد خير الرسل والصحابة التابعين كلهم كانوا المثل. يا كتابي يا أنيسي خير جليس في الأنام. كل يوم أنت جنبي يا ضيائي في الظلام. فيك علم عن حياة أبدع الله تعالى حيوان ونبات كل ما يدعو السؤال. فيك علم عن حياة أبدع الله تعالى حيوان ونبات كل ما يدعو السؤال. برافو 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 برافو. تبعتوا الأغنية؟ إذن أحبائي الكتاب فيه العلوم كما نقوله في الأغنية. فيه فيك علم عن حياة أبدع الله تعالى حيوان ونبات كلما يدعو السؤال. إذن أحبائي الطفل لازم يكون عنده فضول، لازم يسأل، لازم يسأل، لازم الإنسان وخاصة الطفل ما يحشمش، يعني ما يكونش خجول باش يطرح سؤال. بهذه الطريقة اللي تقدروا تتعلموا. كاين واحد الأغنية دارها عمو يزيد نقول فيها اسأل يا ابني اسأل لا تخجل، اسأل دوما يا ابني لكي لا تجهل. إذن أحبائي السؤال مهم جدا، إذن ما لازمش تحشم ولا تخاف أنك تطرح سؤال. أي شيء تتساءل عليه لازم تطرح السؤال، إما للوالدين، إما للأخ الكبير ولا الأخت الكبيرة ولا للمعلمين. يا أخي أحبائي شاطرين انتما، تغنوا معايا اسأل يا ابني اسأل لا تخجل، اسأل يا ابني لكي لا تجهل. يلا معايا كامل. اسأل يا ابني اسأل اسأل لا تخجل، اسأل دوما يا ابني لكي لا تجهل. اسأل يا ابني اسأل اسأل لا تخجل، اسأل دوما يا ابني لكي لا تجهل. كيف يسير البدر هلالا، كيف يسير الماء سحابا، كيف السماء تعطي مطرا، اسأل يا ابني. كيف يصير البدر هلالا، كيف يصير الماء سحابا، كيف السماء تعطي مطرا، اسأل يا ابني. اسأل يا ابني اسأل اسأل لا تخجل، اسأل دوما يا ابني لكي لا تجهل. اسأل يا ابني اسأل اسأل لا تخجل، اسأل دوما يا ابني لكي لا تجهل. لماذا الطير وسط الغابة يغني لحنا دون ربابة، لماذا البحر ازداد جمالة، اسأل يا ابني. لماذا الطير وسط الغابة يغني لحنا دون ربابة، لماذا البحر ازداد جمالا، اسأل يا ابني. اسأل يا ابني اسأل اسأل لا تخجل، اسأل دوما يا ابني لكي لا تجهل. اسأل يا ابني اسأل اسأل لا تخجل، اسأل دوما يا ابني لكي لا تجهل. في
لماذا الشجر يعطي غلالا؟ لماذا الزهر زاد جمالا وبان الفجر بعد الليل؟ اسأل يا ابني. لماذا الشجر يعطي غلالا؟ لماذا الزهر زاد جمالا وبان الفجر بعد الليل؟ اسأل يا ابني. اسأل يا ابني، اسأل اسأل لا تخجل، اسأل دوما يا ابني لكي لا تجهل. اسأل يا ابني، اسأل اسأل لا تخجل، اسأل دوما يا ابني لكي لا تجهل. برافو 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 برافو. أصدقائي رحبوا معنا بأصدقاء عمو يزيد، تفضلوا تفضلوا، تعالوا 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 تعالوا. هادو أصدقاء عمو يزيد اللي حافظين قاع الأغاني. تعالوا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد، تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد. واسمك؟ واش راك؟ واسمك؟ ياسر. واش راك ياسر؟ لاباس. اه واش تقولهم الاطفال هذو اللي يشوفوا فينا؟ تحبهم؟ شكرا. اوه قال لكم شكرا. واش راك ياسر؟ لاباس الحمد لله. عطونا تصفيق على ياسر. زيدوا زيدوا زيدوا. تحيه تحيه تحيه. برافو. اذا نبقى مع مو ياسر، تقعد معايا هنا؟ ايه خلاص. هاو الكتاب، انت تاني تقرا معنا يا اخي. ايوه يلا دركا. معلش عمو يزيد يختار الاغاني ولا انتوما تحبوا؟ واش تحبوا؟ يلا شوفوا قولوا لي. العلم والجهل. داكور. زيد شكون اللي يحب اغنيه اخرى؟ قلم يغنيناها، نقدروا نعاودوها من بعدها. معلش الكتاب غنيناها، نعاودوها من بعد. واسمها الكتاب تاني. السلام الاحترام. برافو برافو. على بالكم هذا الغنية تاع الاحترام، انا نحبها بزاف، نحبها بزاف بزاف بزاف. ولكن قبل الغنية تاع الاحترام، واش رايكم نغنوا عندي علبة الوان احفظها في احلى مكان، الون بها رسوما باهية كورد البستان. باهية كورد البستان. برافو 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 برافو. تغنوا كامل معايا. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. يلا كامل معايا. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. ألون بالأصفر شمسا، بالأخضر ورق الأغصان، بالأحمر عنبا وتفاحا، بالأزرق ماء الخلجان. ألون بالأصفر شمسا، بالأخضر ورق الأغصان، بالأحمر عنبا وتفاحا، بالأزرق ماء الخلجان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. بالأسود توتا وزيتونا، والأبيض ثلج الوديان، أبدع بالألوان جمالا، تهتف أمي يا فنان. بالأسود توتا وزيتونا، والأبيض ثلج الوديان، أبدع بالألوان جمالا، تهتف أمي يا فنان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما
باهية كورد البستان. عندي علبات ألوان أحفظها في أحلى مكان ألون بيها رسوما باهية كورد البستان. شكرا أحبائي. تحبوا كامل الألوان؟ مقبلة قلت لي على أغنية الاحترام. الاحترام أي صفحة الاحترام؟ فوالا صفحة 9. أحبائي هذه الأغنية هذه أنا شخصيا نعتز بها جدا جدا جدا. أغنية الاحترام هذه الأغنية بالمرات احنا لزادولت الكبار في بالنا أنه الطفل يعرف كل شيء، ولكن الطفل يبقى طفل. إذن الطفل لازم تقول له، ولاحظ لما الطفل يدير مثلا خطأ ما ولا يغلط ولا ومن بعد تفهمه بالعقل تهدر معاه رايح في أغلب الأحيان ما يعاودش هذاك الخطأ، ولكن بالمرات جينا في بالنا بلي الطفل كبير، قال وليدي كبير يعرف، ما يعرفش. الطفل احنا اللي نهدروا معاه. إذن واسمك؟ واسمك وليدي؟ أنا. واش راك؟ راك مليح؟ هذا صديقي مولف يجي عندي الحصة. واش راك؟ لاباس. واسمك عاود قول لهم اسمك؟ محمد أمين. الله يبارك، راك فرحان لك أنا؟ إيه. الله يبارك. عطوا لهم كتابات، عطوا لهم كتابات باش يغنوا معنا. يلا هاي. إذن الأغنية تاع الاحترام هو حوار. الطفل يسأل باباه يقول له يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. الطفل يتساءل، باباه يرجع له يقول له لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت والصبي. بعد يقول له يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. هم بعد وش يقول له باباه؟ يقول له يا ابني لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. لازم احنا نعلم ولادنا إلقاء السلام، نعلم ولادنا ما يسبقوش الناس فلاشان، نعلم ولادنا ما يرفعوش صوتهم في الحي ولا في المدرسة ولا في البيت. احنا مسؤوليتنا، ما نقولوش وليدي أو يعرف، لا لا، مسؤولية كل أولياء وكل مدرسة وكل معلم كل مربي أنه هو اللي يعلم الطفل. إذن نغنوا مع بعض الحوار اللي يدور بين الأب ووليده. يلا. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام، لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. لما تخرج من بيتك ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا ابني فمعنى في سنتنا والإسلام، هيا واغفر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. هيا واغفر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى رجلا يكبر كسنا. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا ابني فمعنى في سنتنا والإسلام، لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما.
لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. شكرا 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 أحبائي. على بالكم باللي الإنسان دائما محتاج، ولكن مش شرط أنه محتاج ماديا، بالمرات زيارة مريض، بالمرات التفاتة، يعني حاجة بسيطة بسيطة هي مساعدة، مش شرط أنك تساعد بالمال. كان في الأغنية يقول عمو يزيد: إن أخذت بمحتاج شفقة وليس لك بما تتصدق فابتسم له ولا تقلق فالبسمة وجهه صدقة. في وجهه صدقة. مدبية ترحبوا معايا، كاين جمعية جاونا من سور الغزلان، جمعية أحباب المريض. هذه الجمعية تنشط بزاف مع الأطفال اليتامى والأطفال المرضى. مدبية ترحبوا معايا بهم. إذن جمعية أحباب اليتيم، تعالوا أعطونا تحية للأطفال، تعالوا أرواحوا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد. تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد. هلا نتكلموا مع طفل وطفلة. واسمك وليدي؟ أمير شلالي عبد سالم. عاود اسمك؟ أمير شلالي عبد سالم. اسمك طويل، احنا كيفاش نعيطوا لك؟ أمير ولا سليم ولا كيف؟ أمير خلاص نعيطوا لك أمير، اختار اسمك طويل. الله يبارك. وين تسكن وليدي؟ تسكن سور الغزلان. اي في سور الغزلان. في سور الغزلان. جيت الحفلة تاع عمو يزيد سور الغزلان؟ نعم. عجبتك الحفلة؟ نعم. الله يبارك. وجيتوا اليوم للمعرض هنا؟ نعم. عجبكم المعرض؟ نعم. عندكم الكتاب تاع عمو يزيد؟ نعم. هاك حفظت شوية الأغاني؟ دوك اليوم تحفظهم؟ بيان. وانت يا بنتي واسمك؟ كريا شيماء. شيماء تاني تسكن في سور الغزلان؟ نعم. كي تروحي تسلمي عليهم كامل؟ نعم. الله يبارك. اذا احبائي تحيه لكامل الاطفال، كامل الاطفال اما عندهم احتياجات ولا ما عندهمش ولا كلهم ولادنا. مادام راه معنا جمعيه احباب المريض تاع سور الغزلان، واش رايكم نغنوا الاغنيه اللي دارها عمو يزيد تاع الخير اللي يقول فيها: إن أخذت بمحتاج شفقة وليس لك بما تتصدق فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. أغنية الخير، أي صفحة الأغنية؟ نقول فيها: لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. برافو برافو برافو. إذن أغنية الخير أي صفحة يا أطفال؟ عشرة. برافو. إذا روحوا معي كامل صفحة 10: لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس. يلا معي أغنية الخير. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير
أنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري، لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. شكرا 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 شكرا، برافو برافو أحبائي برافو. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود وانتظرونا في موعد جديد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. نشكر عمو يزيد على هذه الحفلة اللي دارها، ونحب بزاف الموسيقى تاعو. نشكر عمو يزيد على هذا الحفل اللي داره لنا وجا وكرمنا. نشكر عمو يزيد على هذه الحفلة، عجبتني بزاف، ونشكركم كامل. صح عمو يزيد ويفرح لنا الدراري، ورانا نروحوا معاه وين يكون ان شاء الله يدوم هكذا في هذه الحفلات. نشكروا بزاف حصص عمو يزيد، فادتنا من التربية والآداب، وشكره على الأخلاق تاوعو، ونشكر عمو يزيد على هذه الحصص اللي يقدمها لنا. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية، بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر.